محمد وعلى آل محمد. موضوع محاضرته أخصاب سن جريدة جريدة وامل أما هو أرن أي لكل ميان قفك الصائن قمده لكل ميوية أبياشين أو ياشين أيها رؤوسا مرينا لكل ميل وعدنا قفك يغفر أنت جريدة حسوستك أو حسوسنا يا آياتك آدي آد فلينو حسوسي جريدة ولينو قواني ilaahay waxa uu ino sheegay inay dadku ka siman yihiin dhimashada dhimanayaan oo ay geerida wada dhadhaminayaan laakiin ay ku kala duwan yihiin waxay la kulmayaan geerida dabadeed taa inay ku kala duwan yihiin baa ilaahay ino sheegay kullu nafsin dha'iqatul maut wa aam waxa soo galaya dadkii muuminiinta iyo dadkii gaalada ha dadkii wanaagsanaa iyo dadkii xunxumaa nooc kastaba waa soo gudagalayaan dadka wanaagsani ha ahaadaan nebiyo ama ha ahaadaan saalixiin dhammaantood geerida waa dhadhaminayaan saasi la egna gaalada iyo munaafiqiinta iyo fusaaqdu iyo faasiqiintuna waa dhadhaminayaan geerida waxase lagu kala duwan yahay waxa weeye geerida dabadeed wax lala kulmaayo ayaa lagu kala duwan yahay taasna ilaahay waa inoo sheegay wa innamaa tuwaffawna ujuurakum yawma alqiyaama waxa laydiin dhammaystiraya abaalmarinihiina maalinta qiyaame فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز كي وحوية لقوية لقفقية نارتا وشنذا لقليا كاسوا الليباني وحل لقفهم ايا كي آن نارتا لقفقين نارتا لقليا إساقوا إنو هوقي ايا لقفهم ايا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور نرشا الدنيا ذو معها يعني راح يرؤوا وحدك يسموا إيانا وحكل معها أي إله يري وحكروا إله يري وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون إلهي وحاو إنوش يا قي تذكي هوري روح لقد قي مدوارا يا إنا نتشرين يا إدمان تضوضا دنتين با إلهي إنوش يا قي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم بوحو يري وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد قفاديك كاهر ري النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما نويل وارثان والدنيا كوارة أفإن مت فهم الخالدون هذا ذاتي قد ماتو قال هذا كوكو ديغان إسالة واردمان دونا يجريد أن لسقنو يقوم يي واريان ونرش اللود ديني جوابتو أمايا بمعنى سيدو لمن يسهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم اي يغنا ودمن دونان لكن يغو هوغ يا هلاك باي لكل مي دونان مركاسو الهي وحا ودي كل نفس ذائقه الموت نفك السابق يريد ورا دمنيسا ونبلوكم بالشر والخير فتنه وحن سيدن كو امتحانينا يعني دباتدا يا وناغا ايانو يدن كو امتحانينا والينا ترجعون حق يقى يا ليدين سوء لنا يا أو صنع قنيسان مركا صنع قتان وليدين سوء سهران وليدين حساب يا وليدين أبال مرين يا أبال لك فهم يا آيات كجريدة لينا وشيك يا وابدن يهن وحكا وكمدا آيات دو إله يري فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أدي جريدة دو تماد وأجشي أجشود أي تماد ساعد كما دب دعيان ساعدنا كما هر مريان ساعد اللو مجدة تنلح ذلك الدقيقة اوح اللو مجدة واختئاد اوير البرقسنا ها هاتي كما هر مريان كما ندب دعيان سلاسي يذا بلو مجدة فكوح اللي نوشيك يا قيردو هذا اي تماد انا اينا باقان اينا الا با الا مركائي فليس واختي اللو قرين قفكو دمنا ايو أي إله أي دين وشريعة وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إلهي وحويري نفنا قرن ميسو ماذا تكسب محيبا شقي سنيسا غدا بري محي شقي سنيسا بري وحلو قدش ذا وقتك الصوص عدى مستقبلك ساعدك قسو حكتنها أهاتي أما صند الدبديدنها أهاتي وما تدري نفس بأي أرض تموت نفنا قرن ميسو دول كيبا يكود من دون تا قرن ميسو تاساو ذات النبي صلى الله عليه وسلم وحاو يري
إن الله إذا أراد قبض روح عبد بأرض جعل له إليها حاجة وأنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كسبان أدو إلى هاي دون قفين نفتي سقبته أو دلك قبته أو كدله أدو إلى هاي دون دلك الدنب أغيالا مرقص الروح سيدة هذا الدنطا كسو قبصو أو دلك قبو أو دنطا نوعة سو أفصو كسو قبصا يسيدة هذا دانتا إنو سوقف صدنا وحلو كعيي معها إوا إن لقدلو أو مركا قريديسي أيا الله قرأي هالكاس إن لقدلو أيا الله قرأي ونفسي سلواب كقدم بيسا وادو دوان إيسا قريدا مربا مركا قدم بيسا وادو دوان إيسا ويا عمرقا إيا نرشو واتر صنطهي مروالبنا وحبا كدعيو وحبكو مسو كرديان شايقو هدو مروالبن نقصام أيو ومروالبو وحكا دعيان وحو النقن يا مركة دنبين ودماذا العمر ينقص والذنوب تزيد وتقال عثرات الفتى فيعود أل يستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود والمرء يسأل عن سنه فيشتهي تقليلها وعن الممات يحيد شاعر كوحو لعمر قوى سيادية مروى البوا كردية عمر قوى النقصامية العمر ينقص والذنوب تزيد عمر قوى النقصامية والذنوب تزيد ذنب يدنا وكرديان وتقال عثرات الفتى فيعود قف قد دعدع اي ذنب يدو كدعي بالغا يا باين الله قبن او لغا دافو مركا سو حدنا كنقنيا دباتو ينكي مركا وحويه لغا بدباديي يعني مركا وحويه ان عقاب لوو قبنين او ذنوبتي سي ان لوو عقابين ايو حدنا مر لباد مركا ذنوبتي كلابنيا هل يستطيع جحود ذنب واحد يوكري كريا ذنبك لي ينو ضفر رجل جوارحه عليه شهود قف مركائك مرخاتك عيان حبنه سك مرخاتك عيان آخر مركا لك ينو قفك مجرم كاها يقبوت فلا يحمات ذا ليمي وحو اسكو ضيا ينو حمات ذي ضفر ايو اسكو ضيا مركو ضفر ايو اوح مركا افكا لك حرا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون عجيس بو رسولك صلى الله عليه وسلم تانا كفسري او وحو رسولك صلى الله عليه وسلم وشيغي مركي وحو لبكو مرخاتي فران ايو ادونك مجرم كايا قبوت فري وحو يلهدا اله يو ميان الظلم وحل يلهدا ايقبت باد مركي سويلة ها مركي سويلة اله يو اذا نفط اذا هين هاي قبا اذو لبواي مصب ديسا مركي اذا نفط اذا هين هبي قبا بو يلهدا مركز إلهي وحو إله ذا وايالي أفكار لك حرا وتايد لينو قشيغيو اليوم نختم على أفواههم أففكو ذا نكحرنا ولا أمسيا وتكلمنا أيديهم دعمه ذا نله هضلا وتشهد أرجلهم لقه ذا مرخاتي كعا وحيكو هضليان وكو مرخاتي كعيان بما كانوا يكسبون وحي كسبنيين أهرا يسو شقيسين إذا ساودت دارتا يعني آخره إن لو دذالو إنتان قيردو كسو قارين يقف ولو بآن لغو قبنين وإن أدمرك الدذاشا وإيا قيردو كديسيكو إمان إيسا قورتي إمان إيسا لما أغا وما تدري نفس بأي أرض تموت إذا النفين أبو قرنين دولك يكو دمان إيسا أيا النفن أبو قرنين قورتي دمان إيسا إيا ساعدي دمان إيسا marka maadaama istaas tahay oo geeridu kadisa ay ku imanayso goorta itimaadana aan dib loo dhigaynin waa in marka la dadaalayo intaan geeridu ku imanin waa in marka laga gaarsiya khayrka waa in laga gaarsiya la tusawif amal alkhayr ila gadin la'alla gadan yati wa anta faqid amalka khayrka bari dibaha ugu dhigin waayo waxa laga yaaba bari inay ku timaado yado oo lagu waayay وانت بري بقارن وعاو آد قوضي بادعي كرسيني بري كوتي مادو سيدا ساود عملك خير كابره دبها وقردقين قيردنا وحوية وامد سيدا كذي سوقو امنا يسوي قيردو ومصيبو فاصابتكم مصيبة الموت با اله يري مصيبة مركوية وادباتو ما دام اي مصيبتها يعني وحوية وحا مركا اللوبة هي اينا دياد مصيبة داس لوغة تحجرو او حوية انتان لغو قبنين يعني لغا فائدة استفرصتا سيكالا قيردو وحيو النقن كرتان نعمو اي مركا سيكالا نو النقن كرتا
oo waxa weeye qofkii markaa geerida xasuustay ee geerida markaa waxa weeye naftiisa ku wacdiyay ee khayr markaa hormarsaday geeridu nicma iyo khayr bay u sababaysaa oo waxa weeye daartii aakhiro khayr kaga horeeyo ayay u sababaysaa dadkaana nisbadooda nicmay u noqonaysaa nicmo ayay markaa dadkaana u noqonaysaa aayad fara badan baana laynoogu sheegay إن لقاقار سيا عملك خير كاقيري ذكهر وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون إلهي وحاول وحا بحثتان وحان إذنك أرزاقنا وحكم إذا بحثتا إنت أن قيردوا إذين إيمانين كهر ودبدان أرنقفك قيردوا تمي ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب إلهي يو ما دي ديب ديكتيد مدير ما ديب ايقو ديكتيد مركا قيريدا فاصدقا وان دبد وحصدق دايستو تيان وحصدق دايستو وحب احصدو واكم من الصالحين ذاتك وان وان اكسن ان وغمد نقضو ما دي قيريدا ديب ايقا ديكتيد وحو تمني ايا نلشي ايو تمني ايا مركا انتان تاسير ديعين كهر وار خير كهر مرصدا وار وحسي بحصدا ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها إلى هين دبدغ ما ينفنبا يعني هدي قيرد يدغو تماده والله خبير بما تعملون مركا وحوية فرصة إن لك فائدة إستو ويان وهي وقت قصو صعد إن أدقاري دون تموغد يريد لدى وإن لقابيا قيرد وإن لحسوستا آديات قيرد وإن لو حسوستا يريد هدي الله حسوستنا قفك حمانتي واك قبنيسا إلهي وحاوي نوشيغي لبك قار جيريد مركا يوتي مادو وقوش علي سنة يا إنا الدنيا دي مر لباد لقو سوء عليو مركا سوح ورن يا إله يا الدنيا دي يقو علي أيو ورن يا لعلي أعمل صالحا تيان عمل ونأكسن صوصا ما أيو إله يا الدنيا دي يقو علي بمركا يلا هدا لكن طلب كامو عطيق عينكا سميد لغي يلي ماها كلا إنها كلمة هو قائلها وأكمد إساقو أرنائيو لكن لقم يلائيو لقم أخبلائيو ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وحد بدو ذها صودا بيستيد يعني مركا إلى قيامة لقى قارائيو أو حوية مركا إدنتان الدنيا ديوا لقى تيدي مر لبادي بقوم الصور نقنيان آخرون بيهرأوكم مريان فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون هذه الصور كلا أفوفو جيسكي هذه لا أفوفو وحنا صبي وحيسو تريان مجرو وحنا إسويدين مايان وحوى يقف والبعمل كيسبا أنفعيا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون كقصة ميزان نديس خير كأي عسلادان هو سوى الليبانين هو عمل كيس خير كأي فضوضا دانا كواسي وحي النقدين قارن فهدي خساري أي مركان نقدين جهنم أي كواريان جهنم أي كواريان وحكروا إلى هيري أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا لا يوحول ملك الساق السغنتهين جردوا وإذنها ليسا مرنبا جيردك بحسن ميسان ملك الساقبتان يا ملك الساقشان يا ملك الساق نفسينكو يعني مركا حصيسان يعني ملك الساقو قريسان يعني كما بحسن ايسان جيردا ولو كنتم في بروج مشيدة
buriyalla adad keeyay hadda ku sugan jiro aad loo dhaadheereeyay geeridii ka baxsan maysaan وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندي وعكلوا إلى هيري قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين يضا منافقين تلو شواب أيو أيا وحل ليل وحد كتل هذا يعني إن فيه إن الجير إذا كدافع كباتشيا مركي إلى هذين المؤمنين تهديا إن يبيح لهاي الميدنتين لما ندلين أيا وحل يري بريدنك نفسي إنك دافع قيردا قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين وتعجيز وعجسقل وصرق الماهين نفسه ذاك دافع عن قيردا والوعجسقلين إياه وعكلوا إلى هيري قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وحسكت لهذا قيردا كعر ريسان وإذن لكل ميسا وإذن كما بحث ريسان ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة يبدن إلهي وحو البعقاء أيا حقي سليدين عليني فينبئكم بما كنتم تعملون مركزوا إلى هيدين كورميا وحي آشقي ستين بو إذن كورميا أو إذن كأبا المريني مركز ما دام قفك قيرد أنو كبحثا كرين وقيرد كل إباء إلا كل ميسو إنو الددالو وعمل وناكسن وهر مرصدو يعني واجب كصارني تاسوي عمل كوناكسن إنو بطصدو أو خير كمركز بطصدو أو قيرد حصوصتو تاسي ذابا مركز صارا نبينا صلى الله عليه وسلم وحول أكثر ذكر هذه من لذات وحاف رب ديسان حسك حصوص نيسان كي معمعانك قوينا أيي وقيردا حسك حصوص نيسان فرب ديا النبي صلى الله عليه وسلم حديث كالترمذي ابن ماجه يسوريا وانا حديث صحيحة مركا حصوصتك قيردا لحصوصتا وحي السبب إيسا إن الدنيا ذا أن ليسكو إلا وين وحي سبب إيسا إن خيرك لبطده وحي سبب إيسا إن آخرا لحصوصته تاس يذابي مركز سبب إيسا أدين لكن قيرد الله إلا هو وحكد لنا إيسا إن الدنيا دي ليسكو إلا هو يدي ديلة الله دير إيسا خيرك يرادو حمان تمركز ليسكا لغو مشغوله وحيالها النوع آساء مركز كد لنا إيا مركز سيدا ساودين يعني مركز خيرك وحكو تشرا يريد حسوسات كذا إلا فربت صدا إمساد دادو حوية يعني قرابة دادا صاحب دا والد دادا يعني مركا قيريدا نعي صومر صي أو حوية سدا يسوش على إذن يعني قيريدو إذن كالتاد دي قيريدو أيدن كالتاد دي عبد الله بن مسعود نوحل السعيد من وعظ بغيري وحليباني كعدة كلا لقو وعدي لقوان يكوان قاطيدتك كلا وحكو لعي كاسا الليباني بو يري ومركو أركو قفكو ذاتكي كلاينا يدنتين وذاتكي قرابة ديسية ساحبة ديسية والدة ديسها لما شدا يدنتين مركو أركو وحوكو حصوصنا يا آخرو يقيري ديبوكو حصوصنا يا مركو حوية آدي آد قيري دحسكي دوائن لوبا ديو وحيالها قيري دلقو حصوصنا يا نوحا كميدا إن حبالها لصوب وقدو لصوب سيارتو أيا مركا كميدا وذاتك قلبي ذو أي قللين إن أي حبالها بوغدان وأي كفكران ذاتك ميشن كؤاسا يعني ذات فربضان وكفيع فيعا كحول بضان كما قعي ماموس بضان يعني وحوي كقدرين بضان أيا لحبالي أو وحوي عيدا إنت اللقو مركا قريي آن مركا دبلو تشلعين اللو إيقين وهل كاس لقا قد تقي أذيقنا وحوي الروح كستوبة هل كا مركا غير كالقليي أيا أذيقنا مركا خوضا بيسا نك خير كي لو قويو اديك نك خير كي لو خيرو اديك نفس قويسو حاله دو سلاس مركا ويه وحيالها مركا وحويه قفكه مركا واخرك وحصوصنيو يعني وحو اد وحي اوغ انفعيسا يعني معاصيده مركا اي اوغ انفعيسا خاصه مركا يعني حبالها بوقشده وصوب بوقنيو حبالها انو صوب بوقدو ددك مركا غيريونيا ان نفتو كسو حاضرتي ان نفتو اسكا غريسو
inuu iyagana markaas soo xaadiro oo uu istul taago eego waxa uu ku xasuusanayaa xaaladdaasi inay u dambayso. Mana garanaayo ruux kastaaba inay dhowdahay iyo inay dheer tahay, yacni imisa iyagoo markaa waxa weeyaan yacni iska caafimaad qaba oo aan beele lagu ogeyn oo iska ordaaya oo iska qoslaaya oo yacni waxay markaa adduunyadii iskaga mashquulsan haddana mar keliya kadisa loo qabtay oo naftii laga siibay, hebel waa dhintay, heblaaya waa dhimatay, yacni waxa weye osowkii hadeer halkan marayay, osowkii caynkan ahaa. Marka waxa weeye sidaasoo kale in adigana lagu qaban doono qof walowba ma ogid. Sidaasa awadee geerida xuskeeda waa in la fara badiyo oo aad iyo aad loo badiyo. Sidaasa awadee culammada qaarkood waxay yidhaahdeen man aktara min dikri lmowt ukrima bithalaathati ashyaa, xuska geerida uu xasuusanayo qofka fara badiya waxaa lagu sharfaa saddex umuurood baa lagu sharfaa: tacjiili tawba, tawbada waxaa la yidhaahdo uu dedejiyo oo uu degdeg u toobad keeno, wa qanaacati alqalbi, qalbiga oo markaa raalli ku noqda adduunyada wuxuu ka helo haba yaraadaanbe, wa nashaati alcibaada, cibaadada uu qofku u firan fircoonaado. Saddexda umuuroodba waa saddex umuurood oo qaaliya. Tawbada in la dedejiyo waa shay markaa qaaliya weeye, waayo xaaladaan tawbada la aqbali doonin baa jirta. sidaas awadee waajibku waxay tahay in la dedejiyo, degdeg loo toobad keeno weeye, in dib loo dhigo ma aha. mar labaadka, qalbiga qofku inuu qanaaco leeyahay oo adduunyada wuxuu ka helaba ku qanacsan yahay oo uu raalli ku yahayna waa nicmo weyn weeye. waayo hadduu qofku markaa qanaaco aanu lahayn oo uu qalbiga faqiir ka yahay oo qalbiga ka baahan yahay oo wuxuu adduunyada ka helaba aanu raalli ku ahayn, wax dherginayaa ma jiro. haddii adduunyada muggeedo xoolaha loo dhiibo, adduunyadii markaa waxa weeye ma dherginayso, ee wuxuu jeclaysanayaa wax ka fara badan inuu helo ayuu jeclaysanayaa. cibaadada qofku inuu firfircoonaadana inuu u firfircoonaadana waxay u tahay calaamad bay hanuunka u tahay. wa idaa xallat alhidaayatu qalban nashitat lilcibaadati alacdaau, haddii hidaayadu iyo hanuunku qalbi uu dego, xubnuhu waxay u firfircoonaadaan, yacni cibaadada waxa la yidhaahday u firfircoonaadaan oo cibaadadu dhibaato kuma noqoto. wa innahaa lakabiiratun ilaa cala alkhaashiciin, ilaahay waxa uu yidhi salaaddu waa ku culus tahay dadka khushuucaaya mooyaane, ciddii kale oo dhan waxay ku tahay culays ayay ku tahay baa ilaahay inoo sheegay. laakiin dadka waxa weeye nashaadka iyo firinfircoonida u qaba ee ay markaa waxa weeye sida sahlan u samaynaya waxa weeye waa kuwa khushuucaaya weeye. waxaa kaloo yacni culammada qaarkood ay tilmaameen geerida ruuxi ilaa waa saddex umuurood oo saddexda hore ku lidiya ayaa lagu ciqaabaa. hadduu geerida ilaawo tawbadda inuu dib dhigo oo aanuu degdeg u toobad keenina uu dib dhigo mar walba uu yidhaahdo waqti dambea toobad keeni doontaa, taasaa lagu ciqaabaa. mar labaadka waxaa kaloo lagu ciqaabaa qadarka markaa uu ku noolaan karo raalli inuu ku noqdo in la yacni markaa taas markaa uu ka tago oo raalli ahaansho uu waayo oo qanaaco wax la yidhaahdo uu waayo oo qalbigiisu markaa faqri iyo baahi ay ka buuxdo, taana waa lagu ciqaabaa. cibaadadii inuu ka caajiso oo waxa weeye markaa nashaad iyo firinfircooni cibaadadii inaan u helinna waa lagu ciqaabaa. waxaa la soo raraa nin la odhan jiray Acshaa oo shucaradii carbeed ka mid a, ayaa waxaa la yidhi waqtigii nebiga sala allahu calayhi wasalam buu wuxuu maqlay nebiga sala allahu calayhi wasalam wararkiisa wax ka miduu maqlay. markaasuu usoo kici timay, wuxuu doonay inuu islaamo ayuu doonay. quraysh baa la kulantay, quraysh ayaa la kulantay. markaasaa waxay yidhahdeen xaggaad ku socotaa? wuxuu yidhi moxamed baan ku socdaayo, waxaan doonayaa inaan islaamo ayaan rabaayo, muslim inaan noqdaan doonayaayo, diinta nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam inaan galo ayaan raba. markaasay waxay ku yidhaahdeen waxyaalo markaa ay kaga baajinayaan yacni ay kaga baajinayaan islaamnimadii. waxay yidhaahdeen sinada waxaa la yidhaahdo waa kuu diidayaa, haddii moxamed aad islaamto sinadii waa kuu diidayaa. wuxuu yidhi sinaba xoogama baahnay buu yidhi. waxay yidhaahdeen oo khamrigii wixii la odhan jiray isagana waa kuu diidayaayo, khamri ha cabin buu ku odhanayaa. markaasuu cabaar fekeray, markaasuu yidhi haddaba waa noqonayaayo sannadka dambe, iminka sannadkaana intaan khamriga ka soo dhergo ayaan sannadka soo socdaan islaami doonaa buu yidhi. sannadka soo socda ayaan islaami doonaa buu yidhi. halkii bay geel siiyeenoo waa celiyeen, waa noqday
sanadku wuxuu khamrigan ka soo dhargaya ayuu ku dhintay sanadkii dambe soo socday maba gaarinba marka sidaas aa waday qofkaaga kibay geel siiyeen oo waa celiyeen waa noqday sanadku wuxuu khamrigan ka soo dhargaya ayuu ku dhintay sanadkii dambe soo socday maba gaarinba marka sidaas aa waday qofkaaga toobada dib u dhigayo kama warqabtid yacni waqtigaa dib ugu dhigayso inaad gaari doonta ma ogid waxaa suurowda adigoo isle waqti dambe toobad keen yacni maalma dabadeed toobad keen bil dabadeed toobad keen sanad dabadeed toobad keen sanada dabadeed toobad keen adoo sidaa isle inaad waqtigaaba gaadhin baa suurowda sidaasaa waday in loo degdego oo hor laga toobad keeno oo xumaantii laga fuqo oo waxa weeye xumaantii laga baxo oo laga tiraanyoodo laga murugoodo ayaa markaa waajibku u yahay oo taas ayaa markaa ina saaran ziyaaratulqubuurka waxaa la yidhahda waxaa loo sharciyeyena waxa weeye waa si aakhira iyo geerida loogu xasuusto oo waatuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuruuha fainaha tudakkirukum alaakhira waxaan ahaa mid idinka reebay oo idiin diiday xabaalaha inaad booqataan hadda soo booqda ayuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam waayo aakhira ayaa idin xasuusinaysaa ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam markaa uu yidhi sidaasaa wadeed waxa weeye waa in waxyaalaha aakhira lagu xasuusanayo waa in la fara badiyo waxyaalaha aakhira kuwii low siinayo waa in la iska ilaaliyo waa in khayrka la fara badsado waa in khayrka lagu dadaalo waa inaan markaa nolosha adduunyada aan layska daba ridin oo aakhira lagu ilaawin waayo caadada gaaladaa lagu yaqaanaa inay aakhiro ilaawaan oo adduunyada jacaylkooda uu ku fara bato walatajidannahum axrasa annaasi calaa xayaatin wamin alladiina ashrakuu yawaddu axaduhum low yucammaru alfa sanatin wama huwa bimuzaxzixihi min alcadaabi an yucammar ilaahay waxa uu yidhi waxaad ku ogaanaysaa nimanka yuhuudda la yidhaahdo inay yihiin dadka kuwa ugu dadaalka badan nolosha oo markaa dadaalkay nolosha ku dadaalayaan waa kuwa dadka ugu dadaalka badan waana uga dadaal badan yihiin nolosha adduunyo mushrikiinta waa kaga dadaal badan yihiin mushrikiinta kale waa kaga dadaal badan yihiin yawaddu axaduhum low yucammaru alfa sanatin wama huwa bimuzaxzixihi min alcadaabi an yucammar midka yuhuudigaahi ama ruuxa yuhuudigaahi wuxuu jecel yahay kun sana inuu noolaado ayuu jecel yahay kun sana inuu noolaadaana mid naarta ka baajinaysa oo ka fogaynaysa ma aha oo waxa weeye haddii mar naarun ruuxa u dambayso cimrigu haba dheeraadee waxalla wuxuu u tarayaa ma jiro dembi uunbuu kororsanayaa oo waxa weeye nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ihi khayrukum man taala cumuruhu waxasuna camalu waxaa idinku khayr badan ka cimrigiisu dheeraado camalkiisuna wanaagsanaado kaasaa idinku khayr badan baa nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi waxaa laga fahmayaa waxaa idinku shar badan ka cimrigiisu dheeraado camalkiisuna xumaado kaasna waa idinku shar badan yihiinna waxaa laga fahmayaa xadiidka laftiisa ayaa laga fahmayaa marka sidaas awadeed geerida in xuskeeda la fara badiyo oo aada iyo aada loo xasuusto oo waxa weeye aakhiro markaa yacni aad yacni loogu camal falo oo loogu dadaalo oo adduunyada markaa aan laysku ilaawin taas iyadii waa arrin aad iyo aad yacni u muhima weeye adilada sharciga arrinkaa inoo tilmaamaysaana aad iyo aad ayay markaa u badan tahay yacni naftana waxaa qabanaya malaa'igu ilaahay u soo diray ayaa qabanaysa qul yatawaffaakum malaku lmowti aladii wukila bikum thumma ilaa rabbikum turjacuun waxaad ku tidhaahdaa waxaa idin oofsanayo nafta idinka qaban doona malaku lmowtkii laydin xil saaray kaasaa nafta idinka qaban doona sidaa ku dhibaa nebiga sala allahu calayhi wasalam lagu yidhi dabeedna waxaa laydin celinayaa xagga rabbigiin baa laydin celinayaa malaa'ig kale oo waxa weeye caawisana malaggaasi waa leeyahay malaggaasi malakulmowtkaahi malaa'ig kaloo caawisana waa leeyahay oo waxa weeye ku kaalmaynaysa qabashada nafaha la qabanayo marka sidaas awadeed yacni waxa weeye adduunyadoo dhani waxay uga dhigan tahay wax yaroo kooban oo waxa weeye markaa yacni qof walba halkiisa goorta marka ajashiisu ay gaadho uu kaga qabanayo ruux ka dib dhacayaana aanu marnaba jirin aanu marnaba yacni markaa jirin marka waxa weeye waqtiga la dhimanaya qayb bay inaga tahay waana markaa qiyaamo yar weeye oo nebigu sala allahu calayhi wasalam
inay saacatu sughra tahay oo qiyaamadu yaray inay geerida tahay nabigu sallallahu calayhi wasallam waa inoo sheegay. Oo nabiga sallallahu calayhi wasallam waxa u yimi niman baa u yimi odayaala, markay u yimaadeen bay waxay ku yidhaahdeen rasuulkii ilaahayow qiyaamadu goormay kacaysaa bay yidhaahdeen oo goormay dhacaysaa ayay yidhaahdeen. Markaasaa nabigu sallallahu calayhi wasallam waxa uu eegay wiil dhallinyaro ah oo la socday ayuu eegay, markaasuu yidhi in yacish haada xataa yudrikahu lharamu faqad qaamat saacatukum. nimankii odayaashaa nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu ku yidhi inankaa dhallinyaradii hadduu noolaado ilamaa iyo uu ka gaboobaayo hadduu noolaado intaa aan la dilin idinka qiyaamadiinna waa kacday ayuu nebigu sallallahu calayhi wasallam yidhi. xadiiskuna waa saxiixo, muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey, muslim ayaa saxiixiisa ku soo wariyey. marka maadaama qiyaamo yar ay tahay waxa weeye qiyaamada sida tawbadda loo xidhayo ayaa geeridu markay yacni qofka ku timaadee naftu kalxamaha soo gaadhana yacni tawbaddii la xidhayaa. waqtiguu qofku baraarugayo wax kala garanayaana waa markay naftu kalxamaha soo gaadho xaaladdaa weeye, oo markaa darajada uu ilaahay agtiisa ku leeyahay xaaladdaa waa garanayaa, xaaladdaa waa garanayaa marka waxa weye naftu kalxamaha soo gaadho. sidaasaa awadeed baa nabigu sallallahu calayhi wasallam waxa uu yuqbalu tawbatu lcabdi maa lam yugargir, tawbadda addoonka waa la aqbalaa intaan naftu soo gaadhin kalxamaha tawbaddiisu waa furan tahay oo waa la aqbalayaa. oo shuruudii tawbaddu hadday dhammaystiran tahay tawbaddii waa laga aqbalayaa baa nebigu sallallahu calayhi wasallam uu yidhi, waana xadiis saxiixa weeyaan. laakiin naftu hadday kalxamaha soo gaadho albaabkii tawbadda waa la xidhayaa, wax tawbad oo dambe lama aqbalaayo, wax tawbad oo dambe yacni lama aqbalaayo. sidaasaa wadee aad iyo aad in loogu dadaalo oo aad iyo aad markaa tawbadda loo hormariyo oo aakhira aad loo xasuusto oo khayrka loo hormarsado oo khayrka loogu dadaalo ayaa aad iyo aad markaa u habboon, aad iyo aad sidaas iyada ah ayaa markaa u habboon. waxaa laga soo naqliyaa in waxa weeye khulafada qaarkood yacni nin u yimi ou yidhi markaa iwacdi, waxa uu yidhi markaa iwaani, markaasaa waxa uu xasuusiyey geerida ayuu xasuusiyey oo waxa uu yidhi markaa waad dhimanaysaa, markaasuu yidhi ii kordhi. markaasuu wuxuu yidhi adiga cid alla ciddii ku dhashay ilaa nebi aadam laga gaadho way wada dhinteen, oo dadkii waalidada ahaaye ku dhalay aad ka soo isirnayde ka soo jeeday dhammaantood waa dhinteen oo waa god galeen oo maanta waxba kama noola, adigana maanta waxa la joogaa miiladaadii baa la joogaayo goortaad dhiman lahayd waa kugu soo beegan tahay. sidaas iyadaa buu ku yidhi. waxaa la yidhahdaa markaa waa ooyayo yacni hadalkii naftiisii waa raadeeyey ayaa markaa la yidhi. markaa sidaas awadeed yacni geerida aad iyo aad xuskeeda waa in loo badiyaa oo in loo xasuusta markaa geerida aad loo xasuusta markaa weeye. geerida waa in nafta lagu wacdiyaa, waa in la ogaadaa inay markaa degdeg kuugu imanayso, saacadba saacadda ka dambaysa waad uga dhowdahay, shalay intaad geerida u jirtay iyo maanta intaad u jirtaa isku in ma aha, xalay intaad u jirtay iyo maanta intaad u jirtaa isku mid ma aha, gelinkii hore intaad u jirtay iyo iminka intaad u jirtaa isku mid ma aha, haddeer marka casarkii la addimaya iyo iminka isku inu ma jirtid, haddaad u dhowaansha badan tahay marba marka ka dambaysa geeridii waad uga dhowdahay, yacni ajashaadii waa soo dhowaanaysaa, cimrigaagii waa yaraanayaa, shaytaankuna weliba inuu ku fitneeyo ayuu markaa rabaa. waayo nebigu sallallahu calayhi wasallam waxa uhi inama alacmaalu bilkhawaatiim, camallada qofka markaa yacni ama lagu yacni uu ku luhoogayo ama markaa uu ku liibaanaya waa khaatimada ugu dambaysa weeye, waa goboda ugu dambaysa weeye. shaytaankii wuxuu doonayaa goboda ugu dambaysa inuu ku lumiyo ayuu rabaa. oo haddaad camal wanaagsan soo samaynaysay cimrigaagoo dhan oo markii ugu dambaysay aad lunto oo markii ugu dambaysay khaatimadaadu ay xumaato waxay noqonaysaa naarta inaad gasho ayay noqonaysaa. haddaad cimrigaagoo dhan aad soo waday camal xun aad soo waday oo saacadda ugu dambaysa ama wakhtiga ugu dambaysa intaa naftu kalxamaha soo gaadhin aad toobad keento oo aad tawba la timaado saadiqa, ilaahay waa kaa toobad aqbalayaa, jannada ayaanad markaa gelaysaa. marka maadaama ay sidaas tahay qofku wuxuu ku sugan yahay bayna alrajaa'i waalkhawf, cabsi iyo markaa waxa weeye rajo yacni dhexdood buu yaallaa, oo ma garanayo wuxuu ku dhiman doono. khaatimada waa inuu ka baqaa, waa inuu ilaahay markaa waxa weeye baryadiisa waa inuu badiyaa, waa inuu yidhaahdaa ilaahayow xaqa nagu sug, ayaa muqalliba alquluub
ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك يا ولي الإسلام وأهله، مسكني بالإسلام حتى ألقاك به. صدح ذا دعاب النبي صلى الله عليه وسلم بيك الصقناتك دعاي سنشري صدح ذبنا وحيت الماميان إله وحادي قي يشام طاعة ذا كسقن وقلبي قي طاعة ذا والليحي ومن الإسلام كاي الصي قيال سلاسي ذا بمعنى هيدو تهي وحوي والدين تيقصق يعني مركويان. يا ساود ادب النبي صلى الله عليه وسلم ولمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كمرك هذا الكو قدن بي النقضه لا إله إلا الله كلمة التوحيد روح يقدم بي سوحو إله هذا شنده قلاب النبي صلى الله عليه وسلم ويري مركا ما دام إسلاس يراتهي وينو حوية يعني مركا كد ذاله توحيد كينو آذو فربضيه معاصر يحمانتنا ينو إسكا إلاليه أو حوية هدي لي له هذا يعني خاتمة وناقصا سيلقوه لي كرا شوابت يدو حيث يدو عدو الله فربط صدو وآد إله إلا بريو طاعة الله بطصدو إيمانك الله قصقنادو توبة الله دقدقو تاسي ذابا خاتمة وناقصا لقوه لا إلهي وحوري يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة كوا مؤمنين تا إلهي وحكو الصغية يعني هذا الكي الصقنايا حقها وكلمة التوحيد توحيد كوك السغيا نلوشا الدنيا يا آخر انتبا وحوك السغيا توحيدك الدنيا دواك السغيا خاتمة دو حلقة دقيا عمل وناكسا آخر نواك السغيا يو مركي ملائك توقو تماد منكر ينكير قبر قام حباشا يقيم الدان ويكو إلى ذن من ربك ومن نبيك وما دينك وحكو شوابيا هدلك حقها بكو شوابيا ربي الله ونبي الإسلام ونبي محمد ودين الإسلام وحكو شوابا يا مركا ربي قيوا الله دين تيدو وإسلام نبي قيونا صلى الله عليه وسلم ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ساسوكو شوابا يا مركا وحوه يا حالة داود انتو يعني حباشي وحلقو سقيا هذا الكي حقا هذا لقو سقيا الله وافتشنا يا وقوى مؤمنين تاوي إن هذا إيمان لتما تسلقوا قصوا هذا الكحقا الدنيا ذا يا آخر الله بضبا سداس يضا أي الروح والبوهبون حالة دمركا يعني جيرد قفكا يقصوا حادرته وحي علماء دو إلى هذين قفوا لبوحوا وذي تشري حالة دا وآذي آذو تشعلا أي حالة دا كهدا قابلي حالة دا جيرد قصوا حادرته روح ولبوحوا كهدا قيا وحوا آذ كأو تشعلا أي كمركا العلين يا كهدا قيا وحد عضي ذاتك قاركود إن ليلي لا إله إلا الله ده وكلمة التوحيد لو اللقمي وإي دبدن هيسكو العليين تكرات كنا نفتي وإسكا قريسا وإيو ديجي سواح حري واللفال قري وقلبي جيس مركا الدقي وحوهي مركا وهيستنوهي مركا وحوهي سيدا مركا تشركيسا وهيستا سوحو شي توحيدكو تشركيسا ومقلين وديجيسا ومقلين مركا سيدا ساودي حالدو التوحيد كوباهنا توحيدك كما دواقع وحكو العليا هيسبوكو العليا وحكرو سقناطي لذلك قاركو دين ليسي توحيدك واللقيمة ومركي توحيدك اللو اللقيمي تبادنا مركا الدين يا الرسول عي إن اي آدوكو العليين اي ايضنا دعضي وي آدو يدي مركي النولايين وحيكون نولايين وحيكون دذالي شرين وحي آدو استعمالي شرين إن اي إلهي يا رسولك سي الدين فإسلام كعايان سيدا ساودت وحي النقطة خاتمة دي عمل كود وكود ما نيينا يعني إني دين تي رسولك يا إلهي عايان سيدا سيدا أي مركا النقطة مركا وحوية سي مركا قفك خاتمة دي سوى ناكسناتو وينو عملك وناكسن بديا وينو توحيدك بديا وينو حسك إلهي بديا وينو تهليش آدو العليا وينو طوبت كنك استغفارك بديا وينو وحوية أعماش حن حنك طوبت كنها يوكسو النقطة أو حوية نفتي سوينو حسابا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا نفينا حساب إنتان ليذن حساب وزنوا قبل أن توزنوا اسمي سام إنتان ليذن ميسام وتزينوا ليوم العرض الأكبر وحاو ديار قرودان مار انتبن لقوين وديار قروبا سلطة بعض السلف لقد سوري مركعين يلاهدين مركع ما دام يعينك الصهي وإن أرنك أذياد لو قد ذالا وانا إلا أقادا جيردو إنين أهين دمان شن لشي أي دماثي وحالة داس مركان وحبك الدنبين أو انتقال أمو قوليتان دار لغا قوري ودار كلا لو قوري بابا قفك بابا أي دماثي ما أها إذا ساوذي وحو إلهي لكل نفس ذائقة الموت يعني لما أرن
naf kasta waa baaba'aysaa lama odhan ee waxa la geeriday dhadhaminaysaa. Dhadhamaduna waa wax yar oo khafiifa markaa weeye. Dhadhamadu waa wax khafiifa markaa geerida inaynay ku tegeyn oo ku baaba'ayn baa markaa laynagu tilmaamayaa. Waa dhadhamo dabeedna markaa dhadhamadii waa tegaysaa oo waxa weeye waxa ka dambaynaysa ka dambayn doonta nolol baa ka dambayn doonta. Nolol ayaa markaa ka dambayn doonta. Marka camalka khayrka aad iyo aad waa in loogu dadaalaa, waa in loo fara badsadaa, waa in tawbada loo badsadaa, waa in geerida la xasuustaa. Yacni nebiga sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed baa dhintay. Mar haddii nebi maxamed baa dhintay sala allahu calayhi wasalam inaynu noolaanaayo nolol ku baaqi noqonaa ma suuragal aha. Wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhulda. Marka nebi maxamed hadduu waari waayey ma cid kalaa waaraysa, ma cid kalaa nolosha loo daynayaa, cid kale in loo daayaana. Sidaas ayayna markaa u suuragal ahayn, sidaas ayayna markaa u suuragal ahayn. Baryada ilaahay ha la badiyo, tawbadda ha la badiyo, yacni ha lagu dadaalo khayrka, yacni markaa waxa weeye aakhira aad ha loo xasuusto, geerida aad ha loo xasuusto, yacni wadka markaa hareerahaaga wax ka guranaya waa in markaa aad iyo aad loogu waantoobaa oo nafta loogu wacdiyaa. Nafta waa in loogu wacdiyaa. Nabigana sala allahu calayhi wasalam waxaa laga soo wariyey xadiis culimmada qaarkood ay taxsiiniyeen, baadiruu bilacmaali sabca, camallada toddoba markaa ugala kala dheereeya. hal tantadiruuna ilaa faqran munsiyan aw ghinan mudqiyan aw maradan mufsidan aw haraman mufannidan aw mawtan mujhisan aw iddajaala fasharu ghaa'ibin yuntadar aw issaacatu wassaacatu adhaa wa amar. xadiis tilmidi uu taxsiiniyey baa waxa uu tilmaamayaa inuu markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam uhi toddobo camallada kala dheereeya oo intaan toddoba idiin iman camalka u degdega. miyaa suganaysaan faqri iyo caydhnimo wax idin lowsiisa mooye wax kale miyaa suganaysaan, ama qaninimo iyo hodannimo idin kibrisa mooyaane wax kale miyaa suganaysaan, ama waxa weeye xanuun idin fasahaadiyo idin baabi'iyo mooye wax kale miyaa suganaysaan, ama markaa gabow yacni markaa waxa weeye idin kharfiya oo asaasaq idinka dhiga mooye wax kale miyaa suganaysaan, ama geeri idin soo degdegto iskiinkaba raacisa mooye wax kale miyaa suganaysaan, ama dajaal cawar mooyaane wax kale miyaa suganaysaan. dajaalna wuxuu yahay wax maqanoo la sugo kii ugu sharka badnaa weeye, ama qiyaamada mooye wax kale miyaa suganaysaan. wasaacatu adhaa wa amar, saacadu yada ayaa qaraar badan, yada ayaana markaa yacni dhibaato iyo musiibo badan. yada markaa weliba ka badanna aad iyo aad looga faaiisa awqaadu isku fadli maaha, waqtiyo cibaadaadku fadli badan yihiin, ama saalixa qabta ay fadli badan yihiin ayaa jira. hadday tahay markaa ramadaanada waxaweye waqtiyada kale ah furaskana aad iyo aad ha looga faa'iidaysto, aad ha loogu dadaalo. wallahu aclam. xasanaad fara badan ha kaga abaalmariyo sheekha kelmadda qayimka iyo wacdiga mu'afirka ah ee uu noo soo jeediyey. innakana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inaga yeelo kuwa xaqa marka ay dhegaystaan ku dabaqa, ee waxa weeyaan camal roga wixii ay maqleen, waayo waxwaanada loo dhegaysanayaa ee waxa weeyaan muxaadaraadka loo soo xaadirayaa waa in lagu camal falo oo lagu dhaqmo wixii la maqlay. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inoo sahlo camal falka aynu ku camal falayno waanooyinka iyo nasaaixa layna siinayo. sheekha, waynu ugu mahadnaqanaa kelmadda qayimka uu na siiyey dadweynaha ka soo qayb galay ee waqtigoodii iyo juhdigoodii usoo huray inay majaalista khayrka ka faa'iidaystaanna waa ay ku mahadsan yihiin dadaalka iyo juhdiga ay bixiyeen. ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaanu ka baryannaa dhammaanteenba inuu waxa weeyaan ajri iyo maqfiro ka aynu soo xaadirnay.